بتعرفوا الموازنة هي الإنفاق للدولة، يعني من دون موازنة بتضيع الأموال، وشفنا بالسنوات اللي ما كان فيها موازنة شو صار. ما سأطرحه اليوم من معطيات وأرقام كله من مستندات ووثائق رسمية، ما في شيء أنا جايبه من عندي. وإذا سلكت هذه المستندات والوثائق المسار القانوني الصحيح، نعم ستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية. هذا الملف يتعلق بمجموعة من الحسابات المالية، عددها 13 حساب. أول عنوان بدي أحكي عنه القيود المحاسبية. 2010 تبين ومن ضمن ورشة العمل التي انطلقت آنذاك لإعادة تصحيح الحسابات أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها، وأن الحسابات التي بطبيعتها دائنة تصبح مدينة. هذا نموذج هلا رح أقرأ لكم منه من المستندات والوثائق الموجودة اللي إلها علاقة بالقيود المحاسبية، ورح تشوفوا هون مثلا قيد واحد كم مرة مغير وملغى. شايفين هول الكم ورقة؟ هو في منهم المئات بل الآلاف. مفترض وفق ما أبلغنا وزير المال أنها تحول إلى الجهات المختصة أي ديوان المحاسبة. 12 مليون دولار أو 13 مليون دولار دفعوا مرتين؟ دفعوا مرة واحدة؟ مين أخذهم؟ طيب إذا في منهم العشرات بل المئات بل الآلاف، يعني قد راح مصاري على الدولة اللبنانية؟ ب 93 وقت انصفروا ميزان الدخول من دون أي مستند قانوني، ليه؟ لتبقى هي الأخطاء، ما حدا عارفين قد إيه فيه، ما حدا بيعرف قد إيه عم يطلع وقد إيه عم يدخل. هذا اللي أخذ مال ما أخذ لطائفته، ما أخذ لحزبه، ما أخذ لجماعته، ولا أخذ لحدا، أخذ لنفسه ولا هو يملي جيبته على حساب المال العام.